اسمع سقف محبه رسول الله تاني. اول الكلام لابويا الكفه طبه ما سلوله زمان اللي اشترى غير اللي ربه في عز وضعي وعز خوفي انا بترمي في حضنه استخبى لسه فاكر يوم ما قال لي خد يا واد تعالى اقول لك ماشي نبي تزد الله احمد المولى تعذر الايام تزلك انا احب خلك بس وقت تديله الامانه يوم يزلك ابويا قال لي ماشي يا واد ودي جالك اوصل الحبل اللي دارك سيبك انت من اللي غاب الغربه مش شهير مكان الغربة يعني تعيش في وحدة وانت متخاوف بناس يعني تبقى الدنيا واخدة الفكر منك ساس وراس كان كان ابوريا دايما نفسي اشوفك العيون بصاصة يا ابني وكل نظرة فيها علة والكلام طالما من ابوك يبقى مش محتاج ادلة صاحبك اللي يدق بابك وقت ما تكون تحت ايده اما صاحب السجارة تاني يا ولدي بتلاقي صاحب مزاجه اسد وقال لي الجمل نفسي اسالك سؤالين الاسد بيقول لي الجمل يا ما نفسي اسالك سؤالين زي ما انت بقى زي ما انت والصبر اخره فين امر غريب ازاي تخاف من البشر وانت البشر ما تخلي قلبك حجر 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 وتاذي في المقاسات امرض دي قالك انا نخليك حليم امال انا اغنى الغلبان واقوى على البطران رب الظلال يا حليم ما مشيش طريق بطال ويكفيني اسمي انا 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 اللي مبسوط يرفع